محلل أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ رائد خضر للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ رائد. إذن بداية سهلا. العديد من المعطيات تؤثر على مؤشر الدولار تحديدا الدولار، نتحدث عن هذه الضغوط السياسية وأيضا قرارات الفيدرالي الأمريكي المرتقبة، كيف يتأثر الدولار؟ ولاحظنا ارتفاع هامشي طفيف خلال التعاملات منذ بداية تعاملات الأسبوع حاليا. يعني احنا نظرنا الى هذه الاحداث التي جرت يوم امس واثرت بشكل واضح على تعاملات الاسواق وقللت شهيه المخاطره اجمالا وضغطت على اداء الدولار الامريكي على وجه التحديد. هذا ما يعني ننظر اليه حقيقه في الاسواق حاليا اكثر من تراقبنا للفدرال الامريكي، لانه احنا بنعرف التوترات الجيوسياسيه تاثيراتها قويه بامتدادات كبيره، تذبذب واسع النطاق ولكنه مؤقت، ومن ثم تعود الاسواق للتصرف على طبيعتها، وبالتالي كل ما نشهده من فولاتيليتي او ارتفاعات او ابتعاد في الاسعار قد نشهد عودته سريعا مع هدوء الاوضاع اذا ما كان هناك توقف للتصعيد فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسيه بين اوكرانيا وروسيا. ونعلم تماما ان التصريحات التي ادلى بها الرئيس الروسي يوم امس واعلانه الاعتراف بدولتين انفصاليتين من اوكرانيا اعتقد اجج الاسواق بشكل كبير جدا سبب ارتفاعات حاده في اسعار الذهب، وبلا شك أثر على أداء المؤشر الدولار الأمريكي أمام معظم النظراء في نظرة مختلطة بعض الشيء، ولكن الأسواق كانت يوم أمس مغلقة في الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة يوم الرئيس. نعم تحديدا يعني رأيت فيما يتعلق في منطقة أوروبا أو اليورو تحديدا هنالك العديد من العوامل، نتحدث عن مستويات تضخم مرتفعة، قرارات مرتقبة من المركز الأوروبي، وهذه التطورات السياسية نوعا ما والضغوط التي تمارس على اليورو إن صح التعبير، كيف يعني هذا المزاج العام بنوع ما على يعني المستثمرين لدى الأسواق في أوروبا تحديدا؟ يعني على وجه التحديد اليورو أمام الدولار الأمريكي كان هناك بعض التراجعات التي شهدناها يوم أمس وقت الخطاب الذي كان فيه الأسواق الأمريكية بإغلاق مبكر نوعا ما على بعض على المؤشرات وعلى أسواق الفيوتشرز أو العقود المستقبلية، بالتالي كان هناك نوعا ما ضغط على أداء اليورو. أيضا لدينا عامل إضافي في منطقة اليورو اللي هو أنه السياسة لن تتغير بطريقة سهلة، السياسة النقدية نتحدث هنا لن يتم تغيير من قبل المركز الأوروبي في وقت قريب، أي عملية رفع في أسعار الفائدة قد تقع في النصف الثاني وحتى في الربع الرابع من العام الحالي، وبالتالي أي تشديد في السياسات النقدية سوف يأخذ وقت أطول بالمنطقة الأوروبية، وذلك يسمح للتضخم بارتفاع بشكل أكبر ولليورو بمزيد من التراجع والانخفاض أمام معظم نظرائهم، ربما يتيح المجال لهبوط نحو مستويات 1.10 بالنسبة لزوج اليورو دولار أمريكي. نعم وهنا تحديدا نتحدث يعني في المستقبل القريب، هل في ظل هذه التوترات السياسية تحديدا بين روسيا والغرب هل نتوقع المزيد من التراجعات لأداء اليورو مقابل جميع هذه العملات؟ يعني حقيقة هو لأنه يتبع اليورو إلى التوترات وهو يعني منخرط في التوترات الجيوسياسية ومتأثر بها بشكل كبير، نتوقع أن يكون هو تحت الضغط في الفترة القادمة وأنه ممكن نشهد بعض التراجعات والضغط عليه أمام يعني الدولار الأمريكي وأمام عملات أخرى إن صح التعبير. نحن حكينا أن مستويات 1.10 وربما أقل من ذلك مواردة جدا على اليورو أمام الدولار الأمريكي إذا ما تم التصعيد بشكل أكبر، لأنه عم نشوف أنه العامل هو هروب إلى الدولار الأمريكي، نزوح من اليورو في ظل الأزمة أو التوترات الجيوسياسية، هذا ما يتم تفسيره حاليا، والنزوح الأكبر هو إلى الأصول الآمنة أو الملاذات الآمنة كالذهب. نعم يعني أستاذ رائد نستغل الوقت للحديث قليلا حول الليرة التركية، بالأمس كان هنالك تصريحات فيما يتعلق بمخزونات الذهب والإفراج عن بعض تقريبا 5,000 طن من الذهب لدعم الليرة التركية، ولاحظنا حالة الثبات في أدائها يعني في ظل هذه الارتفاعات الحاصلة في معدلات التضخم، كيف تصف أداء الليرة التركية؟ أعتقد يعني التغيرات تحدث من أجانب الدولار الأمريكي أكثر من اليورو، الارتفاعات التي شهدها الدولار الأمريكي أثرت بعض الشيء على أداء الليرة التركية في الآونة الأخيرة هي عند 13 ليرة للدولار الأمريكي، أعتقد ربما مزيد من الضغط ممكن أن نشهده على أداء الليرة التركية مع اقترابنا أكثر من موعد شهر مارس، إذا كان هناك تشديد
في السياسة النقدية ورفع بخمسين نقطة أساس. نحن نتحدث في من الفيدرالي الأمريكي، أعتقد ذلك سوف يضغط على أداء الليرة التركية بالاتجاه الهابط بشكل أكبر، وربما نشهد مستويات عودة إلى مستويات 15 ممكن مرة أخرى إلى 16 بالنسبة لليرة التركية أمام الدولار الأمريكي. فالتغيرات تأتي من الجانب الأمريكي أكثر من تغيرات الليرة التركية بحد ذاتها. نعم، محلل الأسواق المالية في إكويتي جروب الأستاذ رائد خضر، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا.